السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المنقي العلمية الجوفية وتحديد أماكن حفر الآبار بالمغرب. اليوم كانت واجه جوفة يقفل جلتها ردان هذا الواد ديال سيدي عبد الله سعيد قبيلة انتدى الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولجميع الأمة الإسلامية وجميع المنقبين في أنحاء العالم وأنحاء المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جديد إن شاء الله.